اكيد هنيئا لك هنيئا لك انور بزنتك دايما معنا بطولة بورتوم كتهنيك على الانجازات المتعلقة العظيمة وثقة تاريخية في مسيرة فريق المغرب الفاسي موسم رائع بكل المقاييس رشيد شكي يمكن لك تتمنى اكثر من هذا كنحمد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى دائما تبقى يحب العبد ملحاح دائما كنتمنى وما اكثر كنتمنى وان شاء الله باش نعاود ان شاء الله نحقو انجاز انجازات المقبله ضعف منا الكاس نعاود نشوفو كيفاش يمكن نحقو كاس ديال العرش اللي غاليه وغاليه نتباراو على البطوله مع فرق كبيره من الرجاء الوداد جيش ملكي ممكن يرجع كوبا وكتريبا وكتشوف الفرق كلها المغربيه المغرب الفاسي يبقى دائما مع الفرق القويه ونتمنى نمشيو بعيد ونحضروا محضر فريق التحرباطي وانا ذاك اعطينا واحد الدفعه واحد يعني معنويات عاليه باش نواجهوا رتبه الابطال وهذه التاريخ المغرب الفاسي يمكن اول فرق نهيئوا لها يعني وحنا حنا متجندين ان شاء الله باش نشوفوها بعيد ونعملوا بحال الاخوان ديالنا ديال الرجاء والوداد. الدور ديال رشيد هو دابا عرفنا بان رشيد السي رشيد غادي يستمر واش الدور ديالو باش يستمروا لاعبين لان عرفنا بعض اللاعبين كنعرفوا المشاكل الماديه اللي كيعانيو منها واش الدور ديالو في هذه المشكل هذا؟ الدور ديال المدرب اكيد هو دور فعال ان المدرب ولا في عقد اللاعبين اللي غادي يمشيو مع بعيد الثقافات اللي قويه وقويه جدا واظن بانه استمرار راهي من الشروط تعزيز الفريق باللاعبين على مستوى عالي الشروط ديال رشيد توفيق كذلك انا بغيت نخليك تفرح شي شويه ولكن ان شاء الله غادي نصفك مره اخرى واش رشيد عنده صوره اوليه للائحه اللاعبين اللي غادي يطلب واللائحه اللي غادي اللاعبين اللي انا كنفرح بزاف اللاعبين اللي كيجيو باغيين يلعبوا معايا وضعهم تحت المجهر وضعهم هادو يعني في سري وكنتمنى ان شاء الله باش يحصل اتفاق معاهم لان اللاعبين اللي غادي مزيان على اللاعبين الموجودين ولكن تنعدو نزيدو لاعبين يعني في مراكز يعني بعد العمود في طريق الفريق. شكرا لك اخي رشيد كنتي على مقابله طلب الله.